النهارده حكم كابتن محمد معروف في مباراه الزمالك والبنك الاهلي، كان في اكثر من قرار خد منحى جدلي، وبدات الناس تتحدث عن القرارات صحيحه ام خاطئه. وبالمناسبه يعني حضراتكم تبقوا عارفين الكابتن محمد معروف ايضا من الحكام المرشحين لكاس العالم، هو والكابتن امين عمر الاثنين دول مرشحين من مصر للتواجد في كاس العالم، احدهما يعني يبقى موجود في كاس العالم القادمه ان شاء الله. التوفيق لاحدهما باذن الله يكون ليهم نصيب في كاس العالم. الغريب ان الكابتن امين عمر كان له خطا شهير وبعديها النهارده الكابتن محمد معروف. هل كان الكابتن محمد معروف لديه بعض الاخطاء النهارده؟ نعرف من الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ كله زي الفل الحمد لله. النهارده المباراه كان فيها بعض الاخطاء ولا ما كانش فيها اخطاء واحنا اللي نتصور ذلك؟ لا فيها اخطاء، فيها اخطاء واضحه والناس كلها اتكلمت عليها واتكلم عليها بالتحليل باستفاضه. هنتكلم معاك يا كريم عن اللقطات لقطه بلقطه. يلا بينا نبدا اللقطات على طول. واول لقطه كان في فاول على محمود علاء، هتيجي معانا حالا دلوقتي. هتقول لنا يا جماعه الحاله. يلا اهي الكره دي فاول على محمود علاء، هو لمس الكوره. اللقطه ديت اللي طبعا انا شايف معاك اللقطه وبوضوح الحكم المساعد الثاني مميز سامي هلال النهارده عمل مباراه كويسه، الاثنين مساعدين بصراحه ما لمسش الكوره خالص محمود علاء ودخل بتهور وكان في يعني مساحه كانت موجوده، وبالتالي كان انذار مستحق وقرار صحيح من حكم المساعد والحكم المباراه مشي معاه. اللقطه دي لا يمكن تعدي من غير انذار. نرجع يا كريم اللقطه اللي فاتت دي، معلش تاني يا جماعه لقطه كابتن ثواني يا كابتن جهاد بالراحه على اللقطات بس يا جماعه عشان الكابتن جهاد يعلق. هنتكلم على اللقطة اللي فاتت دي عشان نرجع لبرضه اللقطة الطرد. هنرجع بس اللقطة بتاع محمد عبد الغني اللي بعد دي يا جماعة. محمد عبد الغني في الدقيقة 22. خلاص الانذار ده مستحق وقرار مظبوط من المساعد والحكم مشي مع المساعد وقرار صحيح في اللقطة دي وانذار مستحق. طيب هنجيب اللقطة اللي بعد كده محمد عبد الغني هنكلمك على إتاحة الفرصة، إمتى نعمل إتاحة فرصة؟ في نص الملعب مفيش إتاحة فرصة؟ في الجزء الدفاعي لنادي الزمالك مفيش تحت فرصه، دي اللقطتين اللي هنربطهم ببعض. في نص الملعب بالمنظر ده مفيش تحت فرصه، هتحت فرصه لايه؟ دي صفاره وانذار لمحمد عبد الغني وكارت اصفر مستحق ما خدوش محمد عبد الغني. هربطها لما تشوف اللقطه بس الرابط تيجي معانا وهربطها معنا باللقطه الثانيه. ماشي اوكي. هتيجي معانا حالا. قولوا لي يا شباب. لان هربطها باللقطه بتاعه الطرد بتاع محمد فتحي برضه نفس الكلام. فهنحارب يعني جايب لقطتين عشان نربطهم ببعض. واحده للبنك الاهلي كان فيها انذار مستحق على لاعب الزمالك عمل ده فرصه وفي الاخر طلعت الكره اوت ومفيش مفيش بعدها ما اداش انذار واعترض عليها البنش البنك الاهلي بطريقه كبيره، طبعا كان عندهم حق ساعتها. واللقطه الثانيه بتاعت الطرد برضه هنجيبها مع بعض. طيب اللقطه دي اللقطه دي مظبوطه دي مظبوطه خلاص. اللقطه دي بقى الدخول بالتهور المنظر ده صفاره وانذار وخلاص، ما فيش تحت فرصه في نص الملعب، يعني الفرصه اللي هنا في نص الملعب ايه الفرصه اللي موجوده ممكن اتاحها هنا؟ الكره طلعت اوت تمام؟ طبعا في اعتراض من البنش البنك الاهلي على اللقطه دي اللي يمكن تعدي بالمنظر ده بدون انذار، ما اداش فيها انذار. هنكمل بقى اللقطات مع دي، ده تسلل صحيح لمحمود ابو الرجال كان متمركز تمركز صحيح والتسلل كان موجود وهو عمل ديلي للرايه وقرار صحيح في الاخر احتسب التسلل. عظيم. اللقطه اللي بعدها بنتكلم في دي لقطة يا جماعة ده فاول نضاي يا كابتن جاي. لا مش فاول نضاي، هو كان في تسلل موجود من نضاي الفاول موجود من محمود ابو الرجال كان حسب الفاول والفاول موجود وكان لازم برضه الفاول ده بتهور، كان لازم اللاعب 22 من البنك الاهلي ياخد انذار زي ما اديت انذار في التهور قبل كده، هو ده انذار برضه كان مستحق فاللاعب البنك لازم ياخده. طيب الكرة دي كمان الكرة دي مهمة جدا يا كابتن جاد، ان هو احتسبها ضربة جزاء وبعد كده رجع حسبها فاول. بص يا كريم، احنا مبدا العام ركله الجزاء مفيش فيه تحت فرصه. لكن في عندنا اوبشن موجود في ركله الجزاء، انا كحكم عندي اخر الصفاره، بمعنى الكره لو قريت اللعبه هي كره في لمسه يد موجوده. لكن الكره لما قريت اللعبه الكره خلاص اتهيأت للمهاجم وبقت فرصه محققه للمهاجم ممكن يحرز هدف. وبالتالي انا لو اخرت الصفاره ساعه
ثانيه ثانيتين ثلاث ثواني وركله الجزاء في ايدي كده كده انا خلاص واخد قرار بركله الجزاء اللي طلعت مش ركله جزاء لان اللمسه دي كانت خارج المنطقه تمام. والفار خرجه بره المنطقه وبالتالي اللي اتضرر في اللقطه دي ودي لقطه مؤثره في المباراه ونتيجه المباراه اللي اتضرر فيها هو البنك الاهلي. الكره اتهيئت للاعب ده خلاص كده بقت في فرصه محققه هو لغاها بالصفار وبالتالي كان لازم يستنى وكان لازم يعمل ديلي للصفار عشان يستفيد منها البنك الاهلي. طيب. دي كانت تسلل في نص الملعب. لا دي بس الاول يا كابتن جاد انا عايز افهم فضل. حاجه فضل. دلوقتي فضل. انا لو حكم ساحه تمام وسيبت الكوره دي تمشي شويه وبعد كده كانت هي ضربه جزاء مش من بره وضاعت هتيجي تقول لي هو ما فيش فرصه في ضربه الجزاء كان المفروض يصفر على طول. في يا كريم ديلي في الصفاره انا هقول لمساعدين ركله جزاء الكلام يتكرر مرات اقولهم ركله جزاء هم ثلاث ثواني وبالتالي جت جون هحسب الجون ما جتش الجون هرجع ركله الجزاء اللي موجوده في ايدي ما راحتش ما فيش تحت فرصه دي مش تحت فرصه دي لو في فرصه محققه تدخل جون همشي معاه والجون لو في فايده للمهاجم اكتر من ركله الجزاء طب لو ما جتش جون ركله الجزاء في ايدي ارجع بيها لكن النهارده لما اتسرعت وحسبت ركله الجزاء ضيعت فرصه على البنك الاهلي فرصه محققه تسجيل هدف وده في التحكيم مش عداله وبالتالي بنتكلم عن العداله بنتكلم عن اللقطه دي هي لقطه تحكيميه مؤثره في نتيجه المباراه النهارده لان البنك الاهلي اتغلب كان ممكن اللقطه دي تسفر عن هدف البنك الاهلي. عظيم جدا. طيب ناخد اللقطه الاوفسايد اللي كان من نص الملعب هتقول لنا يا جماعه اللقطه بتاعت الاوفسايد من نص الملعب اهي الكوره دي اوفسايد يا كابتن جاد. التسلل كان من نص الملعب طبعا ما كانتش جايه الصوره لكن هو سامي هلهل المساعد الثاني عمل ديلي للرايه استمر اللعب لان كانت الموضوع قريب المسافه كانت قريبه استمر اللعب النقله واثنين وبعد كده رفع الرايه بالتسلل وكان تسلل صحيح. ده تسلل صحيح ما فيهوش مشكله. تسلل صحيح تمام. طيب الكره الاكثر جدلا بقى هي الكره بتاعه طرد محمد عواد. تمام. هنعرضها حالا دلوقتي لحضرتك. معاك. هو هنا استنى خلص عمل ديلي للرايه خلص الكره اتقطعت رفع الرايه بالتسلل هو كده واخد القرار من زمان يعني هو معرف الطقم كله انه واخد القرار بالتسلل صح. اولا ما فيش على مامبو تسلل في البدايه تمام. تاني حاجه اللقطه دي هو خد قرار محمد معروف بركله حره مباشره وطرد وفعلا حارس المرمى اي خطا يعمله خارج منطقه جزائه بغض النظر عدد المدافعين الموجودين هي بيبقى ركله حره مباشره وطرد يعني بس الاول بس عشان تفهم حضرتك الساده المشاهدين يعني حتى لاعب الزمالك المغطي دوت ما يتحسبش انه في لاعب ولا نبص في عدد لاعبين اللي حارس المرمى باي توجه للاعب ممتاز. المهاجم حارس المرمى خطاه بكارت احمر مباشر تمام هي طرد بقى اصلا كارت احمر وركله حره مباشره تمام. طب احنا دورنا في كل اللقطات عشان نشوف تلامس او خطا على عواد الكلام ده عمله محمود عاشور حكم الفار ما لقاش في القفز اللي حصل ده حصل وبعد كده اختلال توازن لكريم بامبو ووقع بالمنظر ده. طب لما جابه في الفار لما جابه محمود عاشور في الفار هو دور على التلامس فجاب لقطه من ورا الجون يا كريم هتجيبها مع بعض ان في رجل اليمين لبامبو راحت طبعا دي مفيش فيها تلامس اللقطه دي همشي معاك اللقطه ده هو بص هو بامبو عمل ايه هو قفز هي دي بقى اللي بتكلم عليها انا بص لا هجي في لقطه ثانيه هو بامبو اللي قفز وبالتالي مفيش خطا على عواد عواد ما عملش تلامس عواد خلاص نزل على الارض مفيش تلامس ما اخطاش في اللعبه دي تمام. طب اللي حصل ايه طبعا محمد متمسك بقراره وكان ركله جزاء بيدور على التلامس تمام. فلقى لقطه من ورا الجون ان في الرجل اليمين مش دي برضه في لقطه بعد كده في لقطه بعد كده هتجي لك ان في رجل اليمين اللي بامبو عمل لها ديلي عملت تلامس خفيف مع صدر عواد مش ده الخطا اللي ممكن توقع بيه اللاعب او الخطا ده او التلامس اللي عمله اللعبه دي اللي عمل الخطا ده او التلامس اللي اخسر رجليه بالمنظر ده هو المهاجم مش عواد وبالتالي عواد لما نزل هو القفز لما حصل خلاص كده بالنسبه لعواد عواد بره اللعب اللي الرجل دي تاخيرها بالمنظر ده من المهاجم مش من عواد وبالتالي عواد ما اخطاش اللمس اللي حصل ده اللي كان بيدور عليه معروف ده مش خطا على عواد ده يستمر اللعب والتوازن الاختلال التوازن اللي حصل يستمر اللعب وكان قرار صحيح باستمرار اللعب ما فيش فيه كارت احمر لعواد في اللعبه دي ما فيش خطا لا يوجد خطا يعني هنا في المباراه خطأين مؤثرين صح كده الخطا ده كان مؤثر لو النتيجه الزمالك ما كسبش وبالتالي احنا من حظ الحكام وطاب التحكيم ان الزمالك كسب فاللقطه دي مش مؤثره في النتيجه نقول خطأين كبيرين عن الخطا بقى المؤثر بتاع البنك الاهلي هو اللي فضل معانا لنهايه المباراه لكن الكره دي في الفهم الصحيح لكره القدم هي استمرار اللعبه كان القرار الصحيح طيب
وبعد كده الانذار اللي جاي ده بتاع انذار محمد فتحي اللي هو كان فيه اعتراض. ما انا قلت لك بقى محمد فتحي خلاص هو طرد دعوات. هنتكلم في اللقطه محمد فتحي بعد كده برضه. محمد فتحي نفس الخطا اللي حصل في نص الملعب ده الانذار الاولاني بتاع محمد فتحي انذار صحيح داس على القدم. تمام. بص صفاره مفيش بقى تحت فرصه صفاره انذار هو ده المطلوب. تمام. نص الملعب مفيش تحت فرصه نهائي. تمام. طب اللي حصل في الانذار الثاني بقى الداس على القدم ده انذار فوت ان فوت ده انذار وقرار صحيح. والموضوع سهل التحكيم سهل صفاره وانذار وخلاص. طبعا كان في اعتراض من كابتن منصف وحكم الرابع قال للحكم وطلع الانذار وقرار مظبوط قرار صحيح. الاعتراض بالمنظر دوت من قبله انذار وده قرار صحيح من طاقم التحكيم مفيش مشكله فيه. وبعد كده طرده مباشره يعني بعدها. تمام احنا بنتكلم على اللقطه اللي معانا احنا كده خلينا نمشي لقطه بلقطه. هو الكلام الاداريات دي كلها احنا مش مختلفين فيها. تمام اهي دي طرد محمد فتحي. طرد محمد. بص بقى اللقطه دي بعدها بدقيقه دقيقه ونص الخطا اللي حصل في كان في خطا موجود على محمد فتحي من دقيقه دقيقه ونص. طب انت ليه يعني كان في الثلث الدفاعي لنادي الزمالك اتحت فرصه ومشيت اللعب لغايه ما وصل بالمنظر ده لغايه ما طلب لعيبه الزمالك الانذار الثاني. طب على فكره الانذار مستحق يعني الانذار كان موجود لو اللقطه عندك بتاع الانذار مش عارف جايبينها ولا مش جايبينها ان جبتها بعد كده اللقطه كانت قبل اللقطه دي بدقيقه دقيقه ونص فالانذار موجود والانذار مستحق لكن انت اخرته وعلى فكره طلع بناء على الزمالك ولاعيبه الزمالك بيتكلموا فوقف اللعب وده الانذار الثاني لا كان الانذار ده كان مكانه قبلها بدقيقه كان انذار واضح وصريح وانذار ثاني وكان طرد مستحق. طب التاخير وتحت الفرصه ما كانش انا عايز اسالك سؤال يا كابتن جايد بس عشان افهمها برضه لو انا هطرد لاعب بانذار ثاني ينفع اسيب اللاعب يمشي وابقى ارجع ثاني اديله الانذار الثاني ولا المفروض بما اني هدي انذار ثاني وطرد لازم اوقف اللعب؟ انا بسالك هو المفروض اعمل ده الانذار الثاني بالذات زي الكارت الاحمر مباشر مش مفيش فيه وبالذات ان فعلا اللعبه ما كانش فيها تحت فرصه الا اذا كان في تحت فرصه كريم واضحه يعني تحت فرصه رايح الراجل انفراد رايح فممكن اخر انذار الثاني وديه بعد كده بعد تحت الفرصه لكن في الثلث الدفاعي للزمالك فين تحت الفرصه؟ يعني الخطا حصل كان في ثلث الدفاع الزمالك ما كانش فيها فرصه خالص. كابتن جهاد انا عايز اسالك سؤال لو تسمح لي يعني. اتفضل. احنا عندنا حكام محترمين وحكام رائعين بس احنا في الاسبوع الثالث من الدوري والاخطاء دي احنا بنتكلم على اخطاء من حكام الصف الاول في الدوري المصري يعني الحكام الكبار كمان مش الحكام لسه اللي هم بياخدوا لاول مره في الدوري او ما لهمش خبرات عديده ده احنا في تالت اسبوع فالموضوع بقى يخوف ويقلق. انا على فكره انا اشدت جدا بالتحكيم المصري في اول اسبوع وقلت احنا عملنا اسبوع جيد في الاسبوع الاول وهو كان الاسبوع الاول يعني اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم وبس. هل هنستمر كده؟ هل في حلول سهله وسريعه ولا هنعيش الصعوبات دي؟ خد بالك انا بتكلم دلوقتي انا اسف لا بطول بس انا اقصد احنا بنقول ايه احنا لسه المنافسه ما شدتش ده اول ثلاث اسابيع والناس كلها متضايقه ومشحونه وزعلانه. بص يا كريم احنا بنتكلم على رقم مرعب في حاجه و20 ماتش 8 مباريات تم تغيير نتائجهم باخطاء تحكيميه مؤثره ومعظم الفرق دي اللي اتاثرت بالاخطاء التحكيميه المؤثره دي معظمها فرق شركات ومؤسسات فمفيش جماهيريه مفيش ظهير جماهيري فالدنيا تبقى الى حد ما هاديه شويه. لكن تخيل لو من 8 فرق دول هتلاقي الاسماعيلي لو مثلا يعني هتلاقي الاسماعيلي والمصري والاتحاد وخش معاهم الاهلي والزمالك هتلاقي الدنيا هتعلى باعلى وتيره في الاعتراض. فبالتالي احنا عندنا اخطاء عدد كبير النسبه كبيره جدا بالنسبه لحاجه و20 ماتش 8 مباريات اتغير نتيجتهم باخطاء تحكيميه ده يعني نسبه كبيره جدا وعدد كبير جدا. انجلترا في ماتش واحد الدنيا قامت ما قعدتش. فبتتكلم ان احنا لما عندنا بالمنظر ده لازم نشتغل عندنا الفتره اللي جايه بعد ماتش بعد الاسبوع الثالث عندنا فتره ذهبيه للجنه الحكام تشتغل على حكامنا الفتره اللي جايه عشان لما نرجع بعد التوقف الدولي نرجع بصوره كويسه فعلا محتاجين وقفه واقفه مع النفس بكراجه حكام كحكام لان اللي بيحصل ده غير طبيعي بدايه صحيح. مش كويسه للتحكيم المصري السنه دي في الدوري المصري. صحيح. كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات من مباراه اليوم مباراه الزمالك والبنك الاهلي.